جينا بقى للعبه التانيه، واللعبه التانيه اللي معانا هي البازل. احنا نشوف مين فيكم، احنا ايه مسهلينها عليكم شويه يعني، عاملينها لكم وشايلين منها بيسز بس. هنشوف مين فيكم اللي هتكمل البازل اسرع. انتوا قدامكم اهو الصور بتاعتكم، ودي القطع بتاعت كل واحده فيكم اللي ناقصه. جاهزين او جاهزات؟ يلا هيا بنا ايتها البنات ونقول ريدي ستيدي جو. يا سلام على اللي قاعده ايه فاهمه هي بتعمل ايه. انت فاهمه انت بتعملي ايه ولا جايه معاكي كده؟ بصي كده يعني ايه، حاولي تشوفي الصوره، في مثلا دي فين دي فين، الميه دي ممكن تبقى فين، يعني هموت واساعدكم ده بتاكلني. زينه قاعده ركزه فاهمه هي بتعمل ايه. عارفه ماشي. الله يا جينيسيس، شوفوا قاعده بقى ايه، ابتدت تركز وتكون، واحنا تقريبا في نفس الحته. يا جينيسيس هتعرفي الواحد بروف، تعرفي الواحد ازاي؟ ايوه لا مش كده، يبقى ازاي بالظبط كده؟ نزليها تحت اهي، ما في ميسنج بارت. ايوه زينة قربت تخلص. لا يا زنزون لا، تفتكري دي فين دي مثلا؟ اه تصدقي تصدقي على القروبه، شطوره زنزونه. فاضل لها 3 بيسز، وجينيسيس فاضل لها 6. يلا يلا يا زند، يلا يا جينيسيس، برافو. بقوا 5 وهنا بقوا 2، بقوا 2. يا للهول، هنكمل. اه فاضل بيس واحدة، فاضل بيس واحدة هنا. ده شكلها هتعملها يا جماعة، شكلها هتعملها، وانا اللي فاكراكي صغننة. طلعتي صغننة وعارفة كل حاجة. زنزونة هي اللي خلصت الأول، برافو. وجينيسيس برضو والله كان فاضل لها حبة قليلين جدا جدا جدا. بنات شاطرين حلوين أمارات، وبرافو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها. جاهزين؟ جاهزين. يلا جاهزة؟ اه.